وترجع الكره لصالح المنتخب الوطني في وسط الميدان. لكني لحيت لكن الكره ترجع للمنتخب منتخب الاورجواي. غودين ثم رقم 10 مارتينيز لاحى ناحيه مارتينيز وتدخل موفق تدخل رائع. الطرف الايمن يزيد منصوري هاي الكره تمشي كما يبان على طرف المنتخب الجزائري قبل ان تضيع للحظات. الاحتفال بالكره من قبل برونو فيلم المنتخب عن طريق جاركانو ثم محاوله ومباشره للحارس جواب مثل ما يلعب الان النادي السابق اولمبيك مارسيليا والنادي الحالي الالماني فولسبورغ اللي تنقل له وصال الالعاب اصبح ضمني في هذه المباراه. هي من بين التغييرات والعيوب التي يبحث عليها المدرب ربع سعدان في مثل هذه المباريات الوديه. منصوري الجزائري السيد ربع سعدان اختياره لهذا اللقاء ربما راح يخليه على شيء مهم جدا يبحث عن الاستقرار خاصة في التشكيلة الوطنية. على كل تبقى الكرة مهمة وهي بشرة خير للكرة الجزائرية. لعب غلاف الغائب اليوم في هذه المباراة جاء إلى الجزائر وعاد العيفاوي من مشية المنصوري منصوري من مشية في وسط الميدان الكرات كلها طبعا بلال طبعا كتابي رأي حول الشوط الأول هذا اللي قلت أنه شوط